السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا قلت على أنه هذه المشكلة لا يحدث في النفسي ويقض كثيرا من الجهل، المشكلة ديال القراءة، لأن كيف قلت ملي كنشوف شبان مجازين لا يحسنون الكلام بلغتهم كيف وصلوا؟ ملي كيقول الاخ المساوي على انه الاحصائيات ما كيمكنلاش تحصيننا هذوك اللي تسلفوا الكتب وقراوهم دون شرائهم، طبعا الامور بخواتمها، فين هو المستوى ديال هذه القراءه؟ واش كنلاحظوه في شبابنا؟ بدن ما كاينش. الاميه باقى فرضا عنا. طبعا أنا سبقت أنني من ضمن ما كتبت في الموضوع جاني الآن واحد ثلاث الفقرات كنت كتبتهم في هذا الأمر، ما فيها بس ما نشارككم فيهم. كنت قلت على أنه في واحد الروبريك سميتها عندي في رحاب المباني والمعاني، قلت على أنه يتوجه الأداب إلى الذين يقرؤون، لكن هذا الصنف من البشر أخذ في التضاؤل، حيث طغت الوسائل السمعية البصرية من إذاعات وقنوات تلفزيونية فضلاً على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، جعلت من المثقف كائناً في طريق للقراءات. التكنولوجيا لم تترك للكلمة والكتابة مساحة تذكر، إذ لغة الإنترنت والرسائل الإلكترونية أتت على الكتابة وقواعدها وفرضت أحرفاً وأرقاماً تفننت فيها شبكات الاتصال من فيسبوك وتويتر وغيرها، جعلت حداً لفن الكتابة وعوضته بتغريدات قليلة فيها الكلمات. أدخلنا كل هذا في عالم لم يعد يتحمل التحليل والتعبير عن المشاعر، وأصبحنا من دون شك نتجه إلى مجتمع أبكم قليل الكلام ومؤذن للغة عموما وللأدب خصوصا. وأضفت قلت من ناحية الإحصائيات بحثت ووجدت أننا لما نعلم أن متوسط معدل القراءة في العالم العربي لا يتعدى ربع صفحة للفرد سنوياً، بينما تصل معدلات القراءة في أمريكا إلى 11 كتاب للفرد سنوياً، وفي بريطانيا 7 الكتب سنوياً. يظهر مدى التدني الذي وصلت إليه معدلات القراءة في الوطن العربي وفقاً لأحدث الدراسات التي تتبناها لجنة تتابع شؤون النشر التابعة للمجلس الأعلى للثقافة في مصر، وكذا منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اليونسكو. ينشر العالم العربي 1650 كتابا سنويا، بينما تنشر الولايات المتحدة الأمريكية لوحدها 86 ألف كتاب سنويا. أما المغرب فتعادل فيه القراءة 9 دقائق يوميا، ويزيد البحث يقول بما فيها القرآن الكريم. يعني أين نحن من القراءة ومن التوزيع ومن النشر ومن الإرادة؟ لا عند الشباب ولا عند الآباء ديال هاد الشباب ولا ولا ولا. كنا كنعرفوا أن كنا أطفال في الابتدائي كنا ملزمين بقراءة بعض الكتب البرنامج الثانوي، واش مازال اليوم هذا الشيء؟ هذا انا ابنائي درسوا في مدارس مغربيه وتخرجوا من مدارس اوروبيه، لما كانوا في المغرب ما عمرهم ما قالوا لي غادي نقراو الكتاب الفلاني او الفلاني او الفلاني، لولا المساعده ديال الاب والام ديالهم. أنا هذا كيبقى عندي دائما نقطة استفهام، وبازال ما لقيتش الجواب اللي يقنعني.